ورد كبير بخصوص مستقبله الموسم القادم. وضع المهاجم أليكسيس سانشيز حدا للشائعات عقب تنقله الخميس إلى العاصمة الإنجليزية لندن، أين اجتاز الفحوصات الطبية اللازمة ووقع رسميا عقدا لأربع سنوات كاملة في صفوف أرسنال. إدارة نادي برشلونة ستتحصل على قيمة مالية قدرها 40 مليون يورو من النادي الإنجليزي، نظير تسريحها للدول الشيلي الذي سيتقاضى راتما ب 4.5 مليون يورو للموسم الواحد من دون احتساب المكافآت التي سيتحصلها مهاجم برشلونة السابق. وكانت مطالب إدارة نادي برشلونة تفوق ال 40 مليون يورو، لكن إدارة أرسنال تمكنت من إقناعها بتسريح سانشيز بهذا المبلغ، بالرغم من أن الدول الشيلي قدم كأس عالم في البرازيل في المستوى رفقة منتخب بلاده.